Bonjour mes amis, vous allez bien? C'est Carole, votre prof de français. أنا كتير مبسوطة إنه التقى فيكم بهالحلقة الجديدة. اليوم حبيت لكم بونجور من هيدا الطاولة. La table. Sur la table, il y a des pots de fleurs. Des fleurs. وهيدي كلمة تعلمناها بالحلقات الماضية. Fleurs يعني زهور. Fleurs. بدي لكم شي عن كلمة fleurs. كلمة fleurs بتنكتب بالطريقة التالية. تخيلوا معي منيح الأحرف. F L E U R بدي ارجع عيدهم F L E U مع بعضهم R فلور كتار منكم توقفوا قدام E U وقالوا E U نحن تعلمنا بالحلقة الماضية انه E U بلفظها E مثل بلو مثل بلو شفو وكتار من الكلمات صحيح بس انا كمان قلت لكم سكري صغير انه او او مرات كمان فينا نلفظه بغير طريقه وهيدي تاني طريقه فلور بسمعوا او بفتح تمي مش او او مثل فلور خلوا دائما ببالكم كلمه فلور اون فلور يعني زهره فلور هلا رح نشوف كيف تنكتب ومش بس رح نتعلم هالكلمة رح نتعلم كتير كلمات تتضمن لفونام أو أو هالمرة بسمعوا أ جاهزين؟ هيدي الحلقة كتير مشوقة بديكن تتابعوها كتير منيح وتحضروا لصفحة واحدة لإلها على دفتركن وبالبداية مثل العادة هنسمع أغنية كلكم تنطروها للفابي فرنسي Forme l'alphabet, le sais-tu, le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet, le sais-tu? Les lettres, oui, les connais-tu? A, avion, B, bateau, C, cochon, D, comme D, E, éléphant, F, comme fleur, G, girafe, H, hibou, I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. رجعنا أصدقائي سمعتوا منيح الألفابي الفرنسي؟ تذكرتوا كيف نكتب أ أ أكيد أ أ جانتان أ هيدا الشيء شفناه بالحلقة الماضية سي لو فونيم أ وتعالوا نتذكر سوا شو الكلمات يلي تعلمناها بالفونيم أ أن بنو برافو أن بنو جو فيرم لا بوش بنو شو كمان؟ بلو لا كولور بلو مين بدي يعطيني بعد كلمة؟ ان جو تري بيان ان جو لعبة ان جو ان بنو يعني إطار إطار الدولاب إطار العجلة تذكرتو؟ ان بنو بلو هو لون الأزرق ان جو هو لعبة بعد بدي كلمة ان شوفو برافو Un cheveu, يعني شعرة واحدة. Au pluriel, نقلون des cheveux. وكتار غيرو من الكلمات سمعنا فيها E. بدي إياكم ترسموا خط بالوسط تتفصلوا هالكلمات عن الكلمات يلي رح نتعلمها اليوم. اليوم كمان رح نشوف الفونام ذاته يلي هو E كمان. رح أرجع أكتب E هون بكتبه بذات الطريقة ولكن بلفظه جو برونونس d'une façon différente. بلفظه بطريقة مختلفة بفتح تمي. أ. وأول كلمة رح نشوفها اليوم une fleur. une F L E U بهالطريقة بلفظها fleur. fleur. une fleur. une fleur. فيني أقول la fleur. طيب أنا بدي أسألكم إذا كتبت دي فلور
يعني كتير زهور. شو بحط بالآخر؟ مين بده يقول لي؟ اس، برافو دي فلور، بحط لها اس لأنها بلوريال. بلوريال يعني جمع. فلور، بفتح تمي فلور. بهيدي الحلقة رح نتعلم كلمات بتتضمن الفونيم أ مش أ. انتبهوا، أ أ. أنا بدي أتفق معكم، لما بدي أرمز للفظ أ برسم حده دائرة، ولما بدي أرمز للفظ أ فيني أرسم مثلث تريانجل، دائرة، أن سيركل، دائرة. شوفوا، أن بنو رسموا تحتها سيركل، بلو سيركل، أن جو سيركل، أن شوفو أن سيركل. هيك لما بتشوفوها بتتذكروا إنه لازم سكر تمي مثل الدائرة. أما أون فلور برسم تحتها تريانجل يعني مثلث، فلور تتذكر إنه بفتح تمي. اتفقنا؟ هلا رح اترككم ترتاحوا شوي من بعد ما تكونوا حطيتوا هالعلامات كلها وكتبتوا كل هالكلمات مع فقرة صغيرة، ورح نتابع على الشاشة سور ليكران. Une pieuvre. Un pêcheur. Un ordinateur. Une fleur. La peur. La chaleur. أنا جاهزة، je suis prête. مثل ما وعدتكم، je vous ai préparé sur l'écran des mots qui contiennent le phonème E mais qu'on prononce E. نفتح، يعني فين نقول le phonème E. انتبهوا، بتفتحوا شوي تمكن تتذكروا كيف نلفظها، تذكروا فلور، لأنه كتار منكم صاروا يعرفوا إنه فلور بلفظها بهالطريقة. أول كلمة شايفينها كلمة شوي طويلة ويمكن كتار منكم ما بيعرفوها، بديكم تكتبوها كتير منيح. الحاسوب computer en français من قلو un ordinateur. طويلة شوي الكلمة، بدنا نقسمها. شوفوا ordinateur، بعد مرة ordinateur. كتير سهلة، O R D I N A T. وهون بتوقف على الفونيم أ أ أ، وبالأخير بحط لليتر أغ. أن أورديناتور، بدي إياكم ترسموا تحت إشارة إنه بعمل ليزون، يعني بوصلهم ببعضهم. أن أورديناتور، طويلة شوي، تمرنوا عليها كتير منيح، قسموها. هول اللي عم نقسمهم بقولولهم أن فرانسي دي سيلاب. سيلاب يعني ألفاظ. أغ دي نا تور، كأنه جاتو وعم نقصه لقطع. أغ دي نا تور. أول شيء تمرنوا عليها بهالطريقة، بعدين بتصيروا سريعين وعلموها لأخواتكم الصغار. أورديناتور يعني حاسوب. هلأ بننتقل للكلمة الثانية. شو شايفين أنتو؟ أنا شايفة ترمومتر يعني ميزان حرارة، والحرارة عالية لأنه في شمس. بس يكون في شمس نقول الحر، الحر يعني شوب. لا شالور، لا شالور يعني الحرارة، الحر. لا شالور، شالور كلمة كتير مهمة. أولا بتتضمن لفونام ش سي اش أ ال أ أ مع بعضهم، بسمعهم أ أغ على فم. في شيء أنا لفت لي نظري، ما بعرف إذا أنتو كمان انتبهتوا له. لي مو أو فيمينا يعني الكلمات المؤنث يلي بتنتهي ب أغ أ أ أغ ما بتاخد أ، مثل une fleur, la chaleur. هول الكلمات هن مؤنث بس ما منحط لهم أ. انتبهوا تذكروهم كتير منيح، أ أ أغ بالآخر إذا كانوا مؤنث ما منحط لهم أ. لا شالور يعني الحر. بقول جي شو يعني حاسس بالحرارة، كتير مشوق. شالور، افتحوا تمكن ورسموا تريانج يعني مثلث تحتها. رح تابع
الكلمة الثالثة أكيد بتعرفوها كتير منيح بس حبيت أرجع فرجيكم إياها مع رسمة une fleur يعني زهرة مين بيقدر يذكرني إذا قلت 3 fleurs شو بدي حط لفلور؟ X أو S؟ S أكيد لأنه ما عندي بالآخر E-U عندي R une fleur des fleurs بحط لها S Je continue أنتو شو شايفين؟ أنا شايفة حدا خايف كتير أنتو بتخافوا من شي؟ في ناس بتخاف من العتمة في ناس بتخاف من الرعد في ناس بتخاف إذا شافت كلب في ناس بتخاف إذا شافت حشرة أنا مثلاً بخاف من الحشرات في ناس بتخاف إذا شافت أفعى سيربان لا بير الخوف لا بير لا بير بقول جي بير جي بير يعني خائف أنا خائف تو يا بير يعني أنت خائف أو أنت خائفة إي لا بير هو خائف إي لا بير هي خائفة تعالوا نعيدهم مع بعضنا J'ai peur Tu as peur Il a peur هو إذا كان صبي Elle a peur هي إذا كانت فتاة كلمة peur يعني خوف ما تخافوا أبدا لازم تواجهوا خوفكم وإذا في أكيد حيوانات مفترسة أو حشرات فينا أكيد نعيط لحدا كبير بس ما منخاف من العتمة ما في شي بخوف بالعتمة أبدا اتفقنا؟ إذن لا peur peur هي كمان كلمة féminin c'est un mot féminin regardez on dit la peur من هيك لأنها féminin بتنتهي ب EUR ما منحط لها E نحن منعرف كل الكلمات منحط لهم E أو féminin إلا الكلمات يلي بينتهوا ب EUR comme la peur je continue عندي هون صياد سمك صياد السمك بنقول له un pêcheur Le verbe pêcher, يعني أصطاد. Pêcher, أصطاد. Un pêcheur, من نفس العائلة, de la même famille. يعني, يلي بيتصيد. الصياد. Un pêcheur. شوفوا pêcheur. شو حطينا على الـ E? Accent circonflexe, يعني chapeau. نلفظها pêcheur. مش pêcheur. Un pêcheur. Pêcheur à la fin. Se termine par E, U, R. Bftahtem, mais ma boule pêcheur. Pêcheur. Un pêcheur. Amma l'kelme l'akhira, مثل ma chéfine, أخطبوط. هو حيوان بيعيش بالماء. وعنده 8 pattes. 8. إذا منعدهم بيكونوا 8. Des tentacules, بيقولولون. مش des pattes. يعني, مثل الإجرين. هيك. شايفينه شي مرة؟ بالصور أو على التلفزيون؟ عنده 8 tentacules يعني 8 هيدا الحيوان الاخطبوط بنقول له en français une pieuvre مش pieuvre pieuvre بنفتح تمنا une pieuvre شوفوا le phoneme e موجود بوسط الكلمه au milieu du mot une pieuvre v r e بدي اياكم تنتبهوا انتوا عم تكتبوا v وراء r وراء E لأنه كتير في برمات بالقلم بدنا ننتبه كتير منيح une pieuvre pieuvre يعني أخطبوط رح أرجع عيد الكلمات كلهم كلمات كتير مهمين اليوم تعلمنا كتير أول كلمة تعلمناها حاسوب بنقول له un ordinateur ordinateur تعلمنا la chaleur الحر la Chaleur. J'ai chaud. Telit kelme, une fleur. Zahra. Une fleur. Kelme rabaa. La peur. El khawf. La peur. Kelme ba'da hiye. Un pêcheur. Sayad el samak. Atenso. Pêcheur. Menhat ala el e. E accent circonflexe. منحط عليه accent circonflexe. عم تعرفوا تلفظوها؟ circonflexe. يعني شابو. فيكم تحطوها بغير لون لما تنسوها أبدا. أما الكلمة الأخيرة فهي الأخطبوط. Une pieuvre. Une pieuvre. كتبتوها؟
برافو هي مجموعه من الكلمات اليوم كانت شوي صعبه انا بوعدكم انه رح نرجع نشوفها باكزرسيس هلا رح اترككم ترتاحوا وتراجعون شوي رح ارجع التقى فيكم وتابلو باسكو جو فوزي بريباري ان تري بيل اكزرسيس Les animaux sauvages ne vivent pas dans ma maison. Ils préfèrent les forêts et les jungles sous le règne de leur roi, le lion. L'aigle dans le ciel vole très très haut. Le gentil écureuil grignote les noisettes. L'ours est énorme, mais il est très beau. Le grand éléphant, le serpent à sonnette, le crocodile nage dans l'eau, le panda protégeons-le. Moi j'aime tous les animaux. Les animaux sauvages ne vivent pas dans ma maison. Ils préfèrent les forêts et les jungles sous le règne de leur roi. Le lion. Voilà mes amis, je vous ai préparé un exercice. هالمره الكونسيغ لا كونسيغ elle est grande. شوفوا شو كتبت فيها. Entoure. Entoure يعني اضع دائره. Entoure le phonème. Phonème يعني le son. Phonème يعني le son. E. كلمة شوف E أو E je vais l'entourer لأنه كلمة شوف E E بقول يا بدي أقول لفظه E يا بدي أقول لفظه E بس شو حطيت لكم أنا entre parenthèses هولي ce sont des parenthèses attention يعني انتبهوا à la prononciation prononciation يعني لفظهم كيف بدي أقول لفظهم تعالوا نتفق أنا وياكم إذا بلفظها E رح حط تحت دائرة دائرة صغيرة un cercle un petit cercle وإذا قلت E je vais mettre un triangle جاهزين أكيد نحن بدنا نلاقي le phonème E بكل كلمة رح on va l'entourer وبعدين رح نحط العلامة تحته هيك بيبقى عندكم على الدفتر تتذكروا كيف نلفظه جاهزين كل الكلمات إذا نذكركم تتضمن هيدا الفونيم خلينا نبلش بأول كلمة تعالوا نقرأ سوا un j C'est un J. J. Je. Un je. Bravo. Voilà le phonème E. Je l'entoure. Bas si oulou les entoure, yani ada daira. Alla bat kont oulou les m'oul je ou je. Je. Bravo. Hatto tahto bi ghir non. Un petit cercle. Bas la tetzakaro. Enno belvzo E. Iza ento bat habbo tahto ishara tanye. Masalan bat habbo tahto un cœur. Qalb zghir. Mettel ma bat kon. Ou ward zghir. Mettel ma bat kon. بس أنا عم ساعدكم لتتذكروا كيف نلفظهم. أن جو أو تري بيان رح تابع جو كونتينيو أون تعالوا نلفظها سوا هالكلمة أون بيوفر إلت بيوفر أو بيوفر بيوفر تو دابور قبل كل شيء جانتور لو فونيم أو إي جو شوازي إلت بيوفر دونك جو في ميتر أن بوتي Triangle. Hagda, esmo triangle. Mouthallas. Triangle. Un jeu, une pieuvre. Rahtébia. La. Chaleur. Ou la chaleur. La chaleur. Il fait chaud. Je ressens la chaleur. Chaleur, E-U. Le voilà et je prononce E. Donc, je mets un petit triangle. Mais ça m'a un sort. La chaleur. افتح تمي شوي. رح تابع. ان. كيف نلفظ هيدول الحرفين؟ ش. Cheveux. Un cheveu. J'entoure E-U. Bravo. Et je mets un petit cercle. Cheveux. Un cheveu. Je continue. La. La peur. Ou la peur. تذكروا شو قلت لكم لا بير جي بير يعني انا خائف لا بير جانتور لو فونيم او فونيم اسمه لو فونيم او
et je mets un petit triangle parce que j'ai dit la peur. J'ai ouvert. تبغو كتير مهم اللفظ en français. La peur. لفظ من اللو prononciation. Comment je prononce? يعني كيف بلفظ? La peur. Je vais continuer avec un mot suivant. Un pneu. أكيد هاي الكلمة كتير شفناها بالحلقة الماضية. إطار السيارة. Un pneu. Bien sûr, je vais entourer le phonème et je vais dessiner au-dessous, au-dessous, يعني تحته, un petit cercle pour dire la houle que je dois prononcer E de cette façon. Je continue. Il ne me reste que deux mots. L'avant-dernier, c'est une fleur. Bravo, une fleur. J'entoure le phonème, j'entoure le son E et je dessine au-dessous, au-dessous, yani tahta, un petit triangle. Triangle, مثلث. Une fleur. Je me rappelle que j'ouvre la bouche. بتذكر انه بفتح تمي. Une fleur. Très bien. أما الكلمة الأخيرة, le dernier mot, un, اختار منكم تذكروا لما شافوا الأكسنت سيركونفلكس, تذكروا صورة الصياد يلي عم بيتصيد سمك. Le verbe pêcher, يعني اصطاد السمك. Un pêcheur, صياد السمك. Pêcheur, j'ouvre la bouche, donc je dessine un petit triangle au-dessous. Pêcheur, je vais relire. Awashi, je relis les mots, il y a les bolfozond avec E, en prononçant E. Un jeu, un cheveu, un pneu, et c'est tout. Maintenant, je prononce les mots où j'entends E, j'ouvre la bouche. Une pieuvre. La chaleur, la peur, une fleur, un pêcheur. كتير سهلين ما هيك؟ أنا بدي أنصحكم إنه بس تخلص حلقتنا تتمرنوا على لفظهم منيح وترجعوا تفتحوا صفحة جديدة تقسموها بالنص تحطوا من جهة كلمات يلي منلفظهم أ وكلمات يلي منلفظهم أ وهيك بس بدكم تقرون بتلاقوهن بسرعة وبتتذكرون على طول. ما تنسوا أبداً وتعدوهن كتير منيح تتمرنوا عليهم تتنطروني بالحلقة اللي جاية لأنه بوعدكم بالحلقة اللي جاية رح نتعلم أنوفو فونام. أنا كتير مشوقة ألترجع ألتقى فيكم. Je vous aime. Au revoir. Aujourd'hui j'ai de la fièvre, je tousse très fort. Je suis pâle, j'ai bien mal à la tête. Quand le médecin sera là, il me donnera du sirop. Et puis, quand je serai guéri, j'irai jouer de nouveau. Aujourd'hui j'ai de la fièvre, je tousse très fort. Je suis pâle, j'ai bien mal à la tête. J'ai bien mal à la tête.